جعفر العمدة 2 من الأعمال المنتظرة في دراما رمضان 2024 بعد النجاح الكبير اللي حققه الجزء الأول في رمضان اللي فات. ويمكن شخصية دلال اللي لعبتها إيمان العاصي كانت واحدة من الأسباب اللي أسهمت في نجاح الجزء الأول بسبب الخطوط الدرامية للشخصية والتحولات اللي شفناها في نهاية الحلقات، واللي اكتشفنا ان هي كانت ورا كل المصايب اللي حصلت لجعفر العمدة في حياته. ولكن ايمان العاصي اعلنت ان هي مش هتكون موجودة في الجزء الثاني لان دورها انتهى بنهاية الجزء الاول. تصريح ايمان كان رد على تصريحات المخرج محمد سامي اللي اعلن ان ايمان هتكون موجودة او هتكون من المشاركين في جعفر العمدة 2. يا ترى مين فيهم اللي بيقول الحقيقة؟ خلينا اقول لكم ان محمد سامي بما انه هو اللي بيكتب سيناريو الجزء التاني مع السيناريست مهاب طارق، كان قرر ان ايمان العاصي هتعمل مشهد او اتنين بالكتير في الجزء التاني لجعفر العمدة. ولكن ايمان كانت شايفة ان المشهد او المشهدون دول لا يستدعوا ان هي تبقى موجودة فيهم، ولكن كانوا ممكن يتعملوا بطريقة السرد ويتحكي ايه اللي حصل فيهم. طبعا وجهة نظر ايمان هنا مش وجهة نظر فنية قوي، هي وجهة نظر نقدر نقول عليها ان هي قلقانة ان هي ما يجيلهاش عروض في رمضان اللي جاي لان اسمها هيكون مرتبط بجعفر العمدة 2. ودي طبعا وجهة نظر تحترم جدا، وهي شايفة ان هي خلاص عملت كل حاجة في الجزء الاول ومفيش عندها حاجة جديدة تقدر تقدمها بالشخصية دلال في الجزء التاني. اكيد دلوقتي كلكم بتسألوا ايه هو المشهد او المشهدين اللي محمد سامي عايز يعملهم بشخصية دلال في الجزء التاني. هقول لكم على طبيعة المشهد او المشهدين، هما مشهد او اتنين بالكتير اللي محمد سامي عايز يعملهم لدلال. طبعا شفنا في نهاية الجزء الاول ان دلال قتلت بلال شامة، وده متصور صوت وصورة، طبيعي ان احنا شفنا ان خلاص قبض عليها، ولكن ما شفناش ايه اللي هيحصل لها، ايه الحكم القضائي اللي هيحصل لدلال مع جريمة القتل اللي اتهمت فيها، اعدام دلال. هو ده اللي كان عايز يعمله محمد سامي، وكان عايز يجيب ايمان العاصي ببدلة الاعدام ويحصل ما بينها وما بين محمد رمضان مشهد مواجهة، وده طبعا حصل في نهاية الجزء الاول، لكن هو كان الغرض الرئيسي بالنسبة له ان هو يجيبها ببدلة الاعدام علشان كمان الجمهور يشوف نهاية دلال صوت وصورة. برضو من المفاجآت في الجزء الثاني من جعفر العمدة ان احداث الجزء الثاني مش هتبقى معتمدة على جعفر وزوجاته، لا هنشوف خطوط تانية كتير، وعلشان كده هتفضل سرية هي الزوجة الوحيدة لجعفر في الجزء الثاني. مي كسام مكملة نجاحها والنجاح الكبير اللي حقيقته في الجزء الاول، صراحة اداء منضبط، اداء ام مكلومة على ابنها، مشاهد عظيمة عملتها مي كسام، عشان كده هي مستمرة في البطولة مع محمد رمضان في الجزء الثاني. بنتمنى كل التوفيق والنجاح لمحمد رمضان وأسرة جعفر العمدة 2، وان هم يحققوا نفس النجاح اللي حققوه في الجزء الاول، ويتضاعف النجاح ده في رمضان الجاي بإذن الله.